بصرتك يا الله.
أنت هو الذي فوق كل رئاسة وكل سلطان وكل قوة وكل سيادة وكل اسم يسمى ليس في هذا الدهر فقط بل وفي الآن. أنت الذي يقوم أمامك ألوف ألوف وربوات ربوات الملائكة ورؤساء الملائكة المقدسين يخدمونك. أنت الذي يقوم أمامك حيوانك الكريمان جدا ذو ستة الأجنحة كثيرة الأعين السرافيم والشاروبيم فبجناحين يغطون وجوههم من أجل لاهوتك الذي لا يستطاع النظر إليه ولا التفكر فيه وبإثنين يغطون أرجلهم ويطيرون بالإثنين الآخرين لأن في كل زمان يقدسك كل أحد لكن مع كل من يقدسك اقبل تقديسنا منا نحن أيضا يا رب إذ نسبحك معهم قائلين Oh,
حقيقين تعبت معي أنا الذي سقط ربطتني بكل الأدوية المؤدية إلى الحياة أنت الذي أرسلت لي الأنبياء من أجل أنا المريض أعطيتني الناموس عونا أنت الذي خدمت لي الخلاص لما خلفت ناموسا كنور حقيقي أشرقت للضالين وغير العارفين واحد كأعمالي
لك يا سيدي، أقدم لك يا سيدي، أقدم لك مشروعات حرياتي وأكتب أعمالي، تبعل لي أقوالك، أنت الذي أعطيتني هذه الخدمة المملوءة سرا. أعطيتني إصعاب جسدي من خبز وكنيستك يصرفنا إلى إليك بك بك ومعك إلى الآبائين. ارحمنا يا الله الأبيض بالكون، ارحمنا يا راضين رب نعم نفوسهم ارفع الملايين جمع الشتات المتفرقين المرتوبه للتائبين واعترافات المعترفين، واحكم يا رب المظلومين ولا تتناكب الشعب، وسببنا رب في بين خزل اخيه الذين ضل رب لك احمل خزينه ايمان غير المؤمنين رب لكم مشاكل شعبك رب احملها بيوتنا رب نعم في صلاه في طهاره في بركه، اسال رب الخدمه قدام خدماتك وجماعتك اسلم التربيه النسيه
كل عام وكل خدمة لهذه الصحبة القدوسة ربنا كنيسك رب في كل مكان وزمان. نشكرك رب وعملك رب في الكنيسة بلسان رؤوس السائح عظم رب عملك مجد اسمك رب أكثر في ذلك الزمان. اذكر أين رب الكنيسة الأوسط فيه اذكر رب بلدنا مصر اعمل مجد في وسطنا بلد أوسطنا اجعل كل رب تكسو فيها أمان اذكر رب سلام وخلاص العالم اذكر رب ابناتك رب الذين يمتحنون في تلك الأيام كل رب كل جهودهم بالنجاح وحتى رب إجابة النعمة في عين اسم سلام اذكر رب سلام وخلاص العالم واذكر رب الذين ليس احد يذكر سرب انما عدنا ملكا وجعلنا له شعبا مجتمعا صيرنا
Yeah.
مقدسا له. Thank you.
جبل الصار Yeah.
وأتيت من هذه الساعة
كل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان وأمراض الناس الأشرار وقيام الأعداء الفاتين والصائدين صحى عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما صالحة ونفعت فارزقنا إياها، أنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قواتنا. المقدس خصم من بشارة معلمنا مريم الإنجليز بشير بركاته على جميعنا أمين من شوي صوبة نوتي بسكين نورو بريني إسوس بخريس وسيب شير وطن مناقشة من نوتي شان التمي أمين مصاصي كمية بمزر مير أمين داود النبي بركاته على جميعنا أمين. الرب سترنا وباركنا، بارك بيت إسرائيل، بارك بيت أهون، بارك بيت الذين يخافون الرب، الصغار مع الكبار. هللويا. آتي باسم الرب ربنا ولنا وخلصنا يسوع المسيح. ابن الله الحي الذي له المجد الدائم الى الابد امين. وفيما هم يتكلمون بهذا وقف يسوع بنفسه في وسطهم وقال السلام لكم، انا هو لا تخافوا. فجزعوا وخافوا وظنوا ان الذي يرونه راه. فقال لهم لماذا تضطربون ولماذا تفطر الافكار على انظر يدي ورجلي فإني أنا هو، جسوني وانظروا فإن الروح ليس له لحم وعظام كما ترونني. وحين قال أراهم يديه ورجليه وبينهم غير مصدقين من الفرح ومتعجبون قال لهم أعندكم ها هنا ما يؤكل؟ فأعطوا رزا من سمك مشرارا. أيها السيد ربي يسوع المسيح إلى ابن النزيف وتلاميذ القديسين ورسل مقرر من قائلهم بل إن الأنبياء المقدر الكثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا. أما أنتم فطوبى عينكم لنا تبصر ولسانكم لنا تسمع. فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بطالب القديسي. صلى الله عليه وسلم يا رب. اصبر علينا يا سيدنا كل الذين أمرونا أن نذكرك في صلاتنا وخطبتنا التي نرفع إليك يا رب إلهنا، الذين صرخوا فلقنا يا ربنا يحرم المرضى اشفيهم، لأنك أنت هو حياتنا كلنا، خلاصنا كلنا، رجاؤنا كلنا، شفاؤنا كلنا، وقيامتنا كلنا. وتجدد وجه الأرض
تبعث أخرى فليكمك الرب إلى الأبد. لأني قلت عندي للآذان بأعظم مني وقلت لكم الآن لو لم يكن حتى متى كنت تؤمنون لا أتكلم أيضا معكم كثيرا لأن رئيس هذا العالم يأتي وليس بروشيا شيئا ولكن ليفهم العالم إني أحب الآب وكما أعصاني الآب فكسر أفعال ثم ننطلق من هنا أنا أنكر الحق سيار الكرام كل غصن في الليل يأتي بثمر يقطعه وكل ما يأتي بثمر مخرج يأتي بثمر أبشار أنتم الآن أقوياء بسبب الكلام الذي كلمتكم به اثبتوا في أيضا فيكم المجد لله الكبرى يعني زي عيد القيامة وعيد الميلاد
وعيد البشارة، كل الأعياد اللي ليها علاقة بخلاص نفوسنا، ليها علاقة بخلاص نفوسنا. والنهاردة وإحنا بنحتفل بعيد حلول الروح القدس، والكنيسة عايزة تنبهنا كده، فتلاقوا الطقس بتاع القداس النهاردة في شوية اختلافات، بقالنا من ساعة عيد الصعود والزفة بتبقى جوه الهيكل بس، لا النهاردة الزفة خدت الهيكل وكمان الكنيسة كلها، لأنه لما ربنا يسوع المسيح كده قال لهم لا تروحوا أورشليم إلا بعد أن تأخذوا قوة، فالكنيسة النهاردة عايزة تقول إنه هم خدوا قوة الروح القدس وخدوا حلول الروح القدس والسكنة دائما حلول الروح القدس داخل الإنسان فيقدروا يكرزوا في العالم كله. وإحنا في طريقنا الروحي برضه الموضوع بيبتدي بمحبتنا وقربنا من ربنا في الأول من داخلنا. يعني يعني لازم الأول يبقى لنا علاقة قوية بربنا وننطلق من عمل الروح القدس اللي جوانا، وبعد كده ده اللي هيخلينا نبتدي نفيد على كل اللي حوالينا ونفيد على كل العالم ونبتدي نخبر الناس ونخبر الدنيا كلها عن ربنا يسوع المسيح. عشان كده مش هنقدر نعمل ده إلا لما نمتلئ من الروح القدس. فلما نبقى مش عارفين نتكلم عن ربنا أو مش قادرين نتكلم عن ربنا، ده معناه إن إحنا لسه مش ممتلئين كفاية من عمل روح ربنا، لأن إحنا لو امتلأنا مش هنعرف نبطل نتكلم عنه ولا مع القريبين مننا ولا مع المعاد عننا. هنلاقي نفسنا دايما مسؤولين إن إحنا نتكلم عن ربنا وعن روح ربنا وعن عمل ربنا في حياتنا. النهاردة كمان لو لاحظنا في إنجيل باكر وهو بيقول لنا وأما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. لما احنا نمتلئ من الروح القدس، الروح القدس هو أقنوم، يعني الروح القدس هو الله. فلما يبقى احنا مليانين من ربنا هنبتدي نبقى نعرف عن السماء ونعرف عن السامعين ونعرف عن ربنا اكتر. عشان كده احنا لازم تبقى هي دي تضبطنا، لو عايزين نعرف ونقرب من ربنا لازم نمتلئ من الروح القدس. والكنيسه النهارده واحنا داخلين بقى على صوم الرسل واحنا داخلين بقوه وبعمل الروح القدس في الصيام، ونلاقي النهارده بنبتدي نصلي صلاه السكنه، يبقى الكنيسه عايزه تقول لنا مش عايز تتملي من الروح القدس، اللي هيملاك من الروح القدس هو ايه غير الصلاه؟ وهتلاقوها مليانه اجزاء من التسبيحه وتلبارك واواشم، ليه كل ده؟ الكنيسه عايزه تقول هو ده اللي يملاك، الصلاه هي اللي تملاك، كلمه ربنا هي اللي تملاك، لما تقرا في الكتاب المقدس هو ده اللي يملاك، لما تقعد في الكنيسه هو ده اللي يملاك من عمل روح ربنا. واحنا داخلين على الصيام، الصيام صوم الرسل، الصوم اللي جاي ده صوم من اول اصوام الكنيسه اللي كان بيصوموا التلاميذ فيما هم يخدمون ويصومون. فالصوم ده مهم جدا، مش عايزين نضيع احنا ولا يوم، من اول يوم يبقى تركيزنا كله طول الصيام ان احنا نمتلئ من عمل روح ربنا جوايا. قلنا يا رب روحك القدوس اللي جوايا ده ما تخلوش يبقى مطفي ولا خليه يبقى حزين، لكن املاني يا رب من روحك، خليني اقرب منك، خليني اعرف عنك وابقى عايش معاك. ربنا يدينا ان احنا نمتلئ من روحه القدوس ونقضي الايام المقدسه الجايه دي. الصوم لازم الرسوليه بتقول انه لازم كل صوم بيبقى فيه صوم انقطاعي، والصوم اللي جاي صوم الرسل الرسوليه بتقول انه الصيام بيبقى للساعه 3 ظهرا، بس كل واحد بنقول بيرجع لاعترافه عشان هو ادرى بحالته وادرى بظروفه، لكن لازم نحاول نصوم كل واحد على قد ما يقدر، بس لازم نصوم بارشاد الاب الاعتراف، ونحافظ ان احنا نحاول نحضر قداس من القداسات المتاخره اللي جنب شغله الكنيسه، يحاول حتى يستاذن ويروح مثلا يتناول ويرجع، لكن لازم ما يعديش علينا الصوم ده الا لما نبقى فعلا ناخد قوه ونكملي من روح ربنا ليه كل المجد والكرامه الى الابد.
كل الفكام وكل الذين في البتولية وطهر كل شعبك المؤمن اذكر يا رب أنت رحمنا كلنا ارحمنا يا الله Summer.